انه نتكلم مع الكاميرا، نروح لعبتي نعمل حاجة ليها دعوة ريبورت. بالمودلز والكلام ده؟ عملت يعني حاجات كده مع براندات والله معينة، أصلا مودلز. بتفرج على برامج المرأة والكلام ده، دايما بيلفت نظري قوي. بيعملوا ساعات حاجة ليها دعوة باللبس، بيبقى في مقاومات معينة. يعني مثلا لو قلت لك، أكيد مش هقول لك ترقصي، لأن لقيتك لوحدك عمالة تعملي كده، بس في ماشية أصلا للمودلز؟ لا طبعا والله بجد؟ طبعا، زي لازم إيه كده؟ يعني الكتاف تبقى مشدودة، ممكن الماشية زي نشوف. الكاتس لا، ووك. مديرين تصويرنا بجد والله، انا بشوف اصلا نفسي اعمل برنامج مرأة في يوم من الايام، بيبقى ازاي مشية الموديل. يعني ما هي اتفضلي موديل اتفضلي. لازم تبقى، مثلا يعني طبعا انا مش موديل، بيتهيألي يا مختلفة عن جماعة برامج الاثنين المرأة كلها يعني. من صباحية ربنا بتجيب موديل وفاشن، صح يا عم علي ولا ايه؟ عشان ما تقفش عليا. انا مش موديل محترفة، لانه اوكي، بس انه يعني الموديل كتافها مشدودة، الماشية تبقى كده اهو، يعني الرجلين لا دي ماشية رقصيني مش اوكي. موديل دي. لا ما هو شوف، في الكاتس ووك لما بيبقى فاشن شو تبقى كده الماشية، لازم تبقي. اكيد طبعا، الكتاف فوق عالية، الدماغ كده اوكي، الرجلين، الايدين، في يعني في شياكة، في دلع، في كده لازم الدلع والشياكة. بالظبط طبعا. هو ده اللي خرم على طول انك تبقي رقاصة، الدلع والشياكة. لا لا، شوف، الرقاصة دي يعني انه في ناس بتقول رقاصة يعني بمعنى انه يعني دي كلمة مش كويسة ايوه. اوكي. لا ده فن فن، يعني، انا موافق ان هو فن طالما بالظبط موجود. الرقص لا بشكل طالما عام. مرخص وانتوا بعدين تبع نقابة الممثلين، يبقى كده. خدتي الخطوة ازاي برضو؟ كنت رقصة وسكت شوية مش بعدين انا رجعت الرقص؟ اساسا من وانا في الجامعة وانا صغيرة يعني، انا حد بحب الشو، بحب المسرح اوكي، بعمل. لو شفت في 4 كوتشينا انا عاملة فرانكو، رقص فرانكو، صلصة وحاجات التانجو، معايا فرقة اوكي. يعني المسرح انا بحب المسرح، يعني الفنان سواء رقص شرقي سواء رقص تانجو صلصة بالي اوكي، بحس نفسه ان هو منطلق على المسرح او على الستيج. في اي اماكن فبتبقى شغلك دلوقتي وانت رقاصه؟ هنا في مصر وانت بترقصي بره حفلات، مصر كمان؟ عندك اوردرات ما بتيجي هو بره مصر؟ شغلي اصلا اساسا لا بقول لك، انت قاعده انا في مصر الشغل دلوقتي الشرقي، وعندك. انا مش قاعده في مصر على طول،